سبحان الله العظيم. هذا المشكل هذا راه كان وقع عندنا العام اللي فات، وكل عام في البرد كيوقع عندنا هذا المشكل هذا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفتوا الإخوان الجو كيفاش داير؟ أنتم أخوتي سبحان الله العظيم، احنا خرجنا الغنم وهنا لقيت واحد آخر عاوتاني سبحان الله، جوج كلهم مازال ما كاملينش. هادو كاع النعاج جدادات هما اللي طرحوا اليوم، طرحوا الجات سبحان الله، جوجات اللي طرحوا. شوفوا سبحان الله العظيم مني كيتزاد مازال ما كاملش كيفاش كيكون ما عندوش الشعر، اما الجسم راه هو هذا كامل مكمول ولكن كيتزاد قبل الوقت. شنو اللي كيخلي هذا الشيء؟ شنو هو السبب؟ السبب هو المناخ. المناخ صعيب الاخوان، دابا حنا جايبين واحد 10 ايام ولا 12 يوم ما خرجاش عندنا كاع الشمس نهائيا، الشمس ما خرجاتش نهائيا. المناخ ضبابة، هذا المناخ هذا صعيب بالنسبه للنعاج اللي كيكونوا ضارات، وبالاخص الا كانوا كياكلوا غير الخضره. انتم عارفين بالله هاد الناس هنايا ما كيبغيوش يعلفوا الغنم الا في مرحله الولاده مني كتولد، اما الايام الاخرى كتعيش غير برا. دابا راه كاينه الضاره وراه كاينه اللي سيره كتولد، راه كل نهار كيولدوا جوج ثلاثه، ولكن اليوم كنتفاجئ باللي هاد الجات طارحات سبحان الله العظيم، ولدوا الخرفان ديالهم قبل ما يوصل الوقت ديالهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، سبحان الله العظيم، يخلق الله ما يشاء. وهذا كله السبب ديالو كيرجع للجو، الجو هو اللي كيدير هذه المشاكل هذه. الا كنتوا عاقلين العام اللي فات كذلك ومثال مني وصل عندنا هذا الجو هذا، بدات النعاج بداو كيطرحوا، راه وصلنا عاوتاني لهذا الجو هذا، راه الجو صعيب. نتمنوا من الله السلامه. سبحان الله، المشكل عندنا هنايا من الغلم اللي كتكون ضاره وكتبدا تطرح الجو. كننصح الناس اللي عندهم الغنم ضاره وعندهم الجو بحال هكا، على الاقل بعدا الى عندهم البهيم قلال يعطيهم التبن. انتم راكم عارفين هاد الناس هادو عندهم الغنم هنا كثيره بزاف، وما على بالهمش طرح لهم 10 ولا 20 ولا 50، ما كاينش مشكل. ولكن المهم نعطي نصيحتي للفلاحه الصغار ان شاء الله، بالنسبه بحال هذا الجو الى عندهم بحال هذا الجو يعطيو الغنم التبن. الا كانت تاكل الربيع وهذاك الشيء اللي فيه الماء يعطيوها التبن باش تنشف به ان شاء الله، باش ما تطرحش لهم. نتمنى من الله تكون معلومه مفيده ان شاء الله ويستافدوا منها. الغنم راه شبعانه بزاف تبارك الله، وراه شبعانه ومخيره كاع، راه الحوليات راهم كيلعبوا اللي ما ضارات. شفتوهم كيفاش كيديروا؟ ولكن هاد السيمانه ان شاء الله غادي نطلق معاها الفحوله، هاد السيمانه غادي نطلق معاها الفحوله ان شاء الله على حسب عمليه التزاوج ان شاء الله بحول الله. هنا برا معروفه بهاد الاماكن هادو، كدير هاد الكافانياس، هاد الدويرات هادو كديرهم في الجبل باش الناس يجيو هما وليداتهم ويشويو هنايا. وي الزيتون راهم قطعوه، دابا راه كيبودرو، كنقول ليه بودار، راه كيبودرو فيه، كيزبرو فيه الزبير. الغنم الصغيرة راه هبطناها للقرية إن شاء الله، راه هبطناها اليوم في الصباح، ودابا راه حنا غادي نبدل الغنم الكبيرة إن شاء الله. والغنم راه شبعانة، ومني كتكون شبعانة راه كتكون صالحة على حساب التزاوج 100%، لأن الشبعة هي كلشي. هادي راه من النعاج الجداد وراه هي ضارة، هاديك حتى هيايا راه هي ضارة، كتشوفو في الضرع ديالهم كيبان.
هاد البلاد هادي راه كاع كلاتها الغنم، شفتوها كانت كامله بروكولي، راه ما خلات فيها والو، راه كلاتها كلاتها كامله. ودابا غندخلوها لواحد البلاد جديده ان شاء الله، راه عيطوا لينا فيها شي 4 ايام ولا 3 ايام، ومن بعد ان شاء الله غنديوها لواحد البلاد كبيره غتضرب فيها على الاقل واحد 4 اشهر. سبحان الله العظيم، الماكله موجوده، وراه عيطنا لواحد الواحد عنده الغنم، راه هو جا حتى هويا هنايا كياكل في البروكولي، لان ما غنقدروش عليه كامل، ما تقدرش عليه الغنم ديالنا كامل، ضروري خاص شي 1000 ولا 1500 ديال الغنم اخرى باش العرعير ياكلوا الماكله كامله من هنايا لشهر 5 ان شاء الله. واحد الحوليه عندها الديل ديالها وكلشي، هاد النعجه مسكينه كتعرج، غادي يكون عندها الحجر في الرجل ديالها، وواحد الوحده اخرى حتى هي كتعرج. هادو خاصني نشدهم وننقي لهم الضفار ديالهم ان شاء الله باش ما يبقاوش يعرجوا، لان مع دابا الرطوبه كاينه الرطوبه بزاف، وكيدخل لهم الحجر في الرجلين ديالهم ما بين الضفر واللحم، خاصني ضروري ننقي لهم الضفار ديالهم ان شاء الله. تبارك الله عليكم اخواني واخواتي، حياكم الله اينما كنتم، احبكم في الله اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ven aquí, ven aquí. فليبي يا فليبي فليبي، هذه هي النعجه اللي طارحه الاخوان، راه حنا دقينا ليها البرا وعلمناها، هذه هي النعجه اللي طارحه، ها هو الدوا اللي دقينا ليها، بيسيلين كنقولوا ليه حنا هنايا. صافي طلق عبد الحق، راه عيانه شويه.